السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم بغيت نبارطاجيكم معكم واحد الفيديو اللي الصراحه النوع ديالو خاص، وفرحانه بزاف اني غنبارطاجي معكم هذا الفيديو. اول هدايا من الزوج ديالي للولد ديالنا او للبيبي ديالنا او للمولود ديالنا الجديد، اللي فرحانه وقلت علاش لا انني فرحانه بي، وقلت نبارطاجيه معكم وتشوفوا الهدايا اللي جاب الزوج ديالي الله يخليه ليا. فيهم اول حاجه اللي فيهم هاد الحويجات اللي كتشوفوا ديال الزياده، فيهم هاد اللبسه، فيهم هاد السوفيت مات، هي صغيره، هذه لبسه كومبلي يعني فيها هذه، فيها هاد السوفيت مات، فيها هاد الطريبيش ديالهم، فيها هاد ليبا او السريويل، وفيها هاد البيسة، هادي كومبلي، هادو القطن ديالهم غزال الصراحة. وكاين هاد هادي، كاين هادي حتى هي اللي كتسد من هنايا، هي زوينه والقطن ديالها غزال. وكاين هاد هادو حتى هما اللي فيهم، انتما عارفين هادو ديال كاع ديال الوليدات الصغار ضروري خاصو يكون فيهم هاد التكتاكات من التحت اللي كيجمعوا الجنيبات ديال الوليد. كاين هاد السريويل، هذا اللي حمقني بزاف، وحاجه اخرى دابا تشوفوها صغير. هادو حتى هما بحالهم بحال الاخرين، يعني فيهم هذاك التكتاكات من التحت. هادو كيكون انا كيعجبوني بزاف لان كيجمعوا الوليدات من الجناب وما كتخافيش عليه لا من البرد ولا من حتى شي حاجه. هذه زوينه، هذه لاصقه فيها، كتبان كبيره ولكن هاتي صغيره بزاف. وهذه الستيل ديالها مغير صراحه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وكاينه حتى هذه، كاين هذا الشرطه البنات اللي كيحمق صغير بزاف، عرفتي عجبني وانا عرفتي بقيت كنشوفه بقيت غير كنضحك صغير، ما عرفتش هذا واش غلبسوا لي ولا لا. وكاينه هاد الطريبيشه حتى هي، اللبسه ديالها هي هذه، اللبسه ديالها هي هذه، وكاين واحد التريكو حتى هو ما عرفتش فين هو، يمكن هذا وهو هادي، وهذه حتى هي بحال الاخرين بالنسبه هادو للحوايج. وهادو بلاتي، وهادو هنايا بلاتي نشوف، هادو هنا كاينين جوج ديال الطريبيشات، هادو جوج ديال الليكات، كاين في الكري وكاين في البيض والكري، والطريبيشات حتى هما هما تما غزيولين وقطن، يعني ما ماشي نيلو ولا واحد، كاين واحد النوع ديال القطن ما كيعجبنيش الصراحه، ما كيعجبنيش يعني الواحد يتفادى هذا القطن ديالو 100%. هانتوما وكاين هذا بينوار ديال الحمام، نحلو معاكم ونشوف. هادي ديال الصابون، هادي بلاتي نشوف، هادي فوطه حتى هي كيف ما كتشوفوا، فوطه غزاله. وهذا
يمكن انه يبقى يدوش يبقى ليه حتى يكبر، حيت كاينه وحده كبيره وواحده صغيره، كاينه جوج وحده كبيره وحده صغيره. اكيد في الاول غادي تحتاج غير هذه، غتكون غير على القد ديالو، وزوينه الفوطه ديالها زوينه الصراحه. هادي البنات ملاية، هادي ملاية حتى هي عتي غزالة سخونة، وفي نفس الوقت كتيرة زوينة بيضة. الشكل ديالها غزيو، وهذا الإزار، هذا الإزار زوين الصراحة. خداه راجلي في الشويبي، ما بغاش ياخذ ليه يمكن كلشي في البيض. ما عرفتش كيبان لكم اللون ديالو البنات، كيبان اللون ديالو فيه الخطيطات البيض والشيبي. حتى هذاك هانتوما ما عرفتش غيبان لكم مزيان، حتى هذا كوطون 100%، هو زوين. خصوصا هادشي ديال الدراري الصغار من الاحسن الواحد ياخذ ليهم حاجه زوينه ولا قطن 100% باش ما كيتكونش ليهم شي حساسيه. خدا هاد جوج ديال لا تروسات، وحده وسط من وحده، ممكن انني وحده غنحتاجها وحده غني ندير فيها المولود. يا رب تجيبوها على خير وبخير ان شاء الله. هنايا خدا لي هاد المشيطات، ما عرفتش صراحة خصني نحط ليا عرفت واش باينين مزيان ولا لا. وخدا هاد التيرمومتر، اهم حاجه الصراحه البنات هذا، اي وحده كانت ان شاء الله يعني عند الحمل وغادي تولد في اقرب وقت ضروري هاد الترمومتر يكون عندها مع الحوايج الا شراتهم، لان ما كتعرفوش هذا التربيه اولا الوليدات الصغار ان ممكن تطلع لهم الحراره وما يكونش عندك الترمومتر. من الاحسن انه يكون متوفر عندك في الدار، لهذا خداه. وخدا هاد السكاتات كيف ما كتشوفوا، خدا جوج، خدا وحده في البيض وحده في وحده فيها البيض، وهانتوما كتشوفوا هنا الزرق، وهذه في الزرق، هذه ترونسبارو ماشي بيضه بيضه، الشكل ديالها حتى هي غزال. وهادو ماشي بحال هادو السيليكون، يعني السيليكون 100% وزوينين. غادي منوريكم بحالاش السيليكون، هتشوفوا الشكل هذا. هانتوما كيف ما شفتوا هاد لا تروس، يعني ممكن كيما قلت لكم غادي نحتاج وحده انا ليا، وحده غادي نحتاجها ندير فيها داك الشيء بحال هادو. ممكن انا ملي نبغي نولد ان شاء الله نديهم معايا ان شاء الله للكلينيك، يعني غادي ندير وحده فيها ليا وحده للبيبي ديالي ان شاء الله. وهادي هادي البنات السخانه ديال البيبرون، احسن انك احسن من انكم مثلا تاخذوا تسخنوا الحليب في الرضاعه او لا اشنو غادي تعطيوه للوليدات ديالكم، تسخنوه اليوم مثلا في كاسرونه ولا شي حاجه. هذه انا كنفضل هذه احسن، انا ما كتخافي ما والو. هذه فيها البريز للدار، يعني ملي كتكوني في الدار كتسخني في الدار، وفي نفس الوقت بالنسبه للناس اللي عندهم طوموبيل وكيبغيو يسافروا ولا شي حاجه يعني كتستعمليها حتى في الطوموبيل. هانتوما ها البريز، هانتوما الصراحه اوروبا كلها اولا هذاك الناس واعرين الصراحه، كيفكروا في بزاف ديال الحوايج. هانتوما شفتوا
نغسل بلاتي ونرجعها في بلاصتها. ودابا هادو الرضاعات هانتوما كتشوفوا هاد الرضاعات صراحة زوينين وكانوا بروموسيون وعجبوني بزاف، وكنوريهم ليا راجلي فغير في الكاميرا وعجبوني حتى هو عجبوه. علاش هانتوما غتعرفوا علاش، غنوريكم فيهم. هانتوما تشوفوا شحال هادو فيهم، هاد الكرتونة فيها 4 رضاعات. هادو هانتوما كتشوفو فيهم 4 ديال الرضاعات، يعني وحدة خاصة بالماء والاخرى كتبقى تبدلي ليه. بزوينين هاد الرضاعات البنات، ماشي بحال الرضاعات الاخرين، هادو سيليكون، يعني سيليكون 100% وما كيكونش مودر حتى من هادي ديال هادي، يعني على قد البيبي ملي كيتزاد. وماشي بحال كاينين داك الرضاعات نتوما راك عرفتوها، كتكون هاد الفم ديالهم كبير، يعني يقدر انه يضر البيبي، كيقدر يضر في الحلق ديالو او يبقى هذا. هادو احسن الصراحه وعجبوني. انتم شو كديرين، يعني كتبقى كتبدلي ليه من بعد، بدل ما انك كل مره تاخدي ليه هاد الجلده، كتبدلي ليه كل مره كتبدل ليه وحده. وفيها هذه يعني باش كتغسلي هاد، يمكن هاكا كتغسلي هاد سميتو كتنيطوي. يعني هادو 4، وفي نفس الوقت هاد الرضاعات ماركه ماشي شي ماركه عاديه. واللي هي اخيرا كاينه هادي، هادو والله ما عرفت انا ديالاش، واش كتحطوا فيها، واش كيتحط فيهم السكاته، يمكن هادو ديال السكاته. غادي نجرب هادشي اللي كاين. هادو ديال السكات، هادي حسن ان كتبقى يمكن محافظه لك على السكاته، والاخرى اللي كتكون دي جي مثلا عندك، نتوما اللي كتبقى عندك يعني كتحطيها هي هنايا. وفي نفس الوقت الا بغيتي تغسلي يمكن السكاته، ما كتحتاجيش انك تهزي السكاته في يدك وتغسلها، يمكن كتكبي الماء من هنايا وكتشليها وكتكبي الماء وعاد كتعطي لهذا السكاته ولدك ولا بنتك السكاته. صراحه اختراعات زوينين، الشكل ديالهم حتى هو غزال. كتبقى اخر حاجه اللي هي الصراحه زوينه بزاف وعجبتني الفكره ديالها غزاله، هادي تشيكو. هاد تشيكو ماركة عالمية، هانتوما كتشوفو هادي. بعض المرات كنكونو بعادين على ولادنا وكنكون مثلا في الكوزينة وهما مثلا حاطينهم في واحد البيت، وكنبقاو خايفين واش كيبكي واش ما كيبكي، واش خاصنا نردو ليهم البال. هادي يعني احسن، وفكره زوينه انك تخلي تكوني قريبه للولد ديالك ولو انه في واحد الغرفه بعيد عليك. هادي نجربها لكم، كتخدم بالضوء وفي نفس الوقت كتخدم بالحجر. زوينه، كاين هادي فيها كاميرا، وكاينه الاخرى فيها غير الصوت، يعني غير كتسمعيه واش كيبكي ولا لا. كاميرا احسن انك كتبقاي رد له البال فاق ما فاقش. هادي يمكن ضروري خصها دير، حيت انا جربتها بالضو، يعني ما خدمتش هكا، ضروري خصني هاد الكاميرا خصني تحطها بالضو.
خصهم خصني ضروري نحطو في الطو. هادو حاطين لي اديري لك ليها جوج ديال الشارجورات كما قلت لكم، هذه فيها جوج ديال الشارجورات، يعني وحده باش كتشارجي هذه في حاله انك ما بغيتيش تضيعي الحجر، وهذه ديال الكاميرا ضروري يمكن خاصك تخلي فيها الكاميرا. وحتى من الشارجورات يعني ماشي ما كيعطيوش الشارجور مثلا عادي، الشارجور كيعطيوه دوريجين باش ما كيضيعش وباش ما تبقاش داس قلب من بعد على الشارجور. غادي نخدمها في الضو وغادي نوريكم. انتما انا راه شعلتها ودرتها تتشارجا، داكشي علاش انا راه قابلتها في الصالون مع هاد نونوس كيف ما كتشوفوا، يعني البلاصه اللي كاين فيها ولدك ولا بنتك كتحطيها مقابله معاه، وهذه الا كنتي انت في الكوزينه هو في واحد البيت كتحطيها حداك كتشوفي. يعني بعض المرات حنا كنقولوا ناري عندك هذا يفيق ويبدا يلعب وليزار ولا الملايات دار لي على وجهه، هذه الصراحه كتقابليها معك وكتبقاي مرتاحه بحكا كتبقاي مرتاحه. هذا ما كان، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم اللي بارطاجيت معكم يعجبكم. كنت فيها احسن، كنتمنى الفيديو البنات ديال اليوم يكون عجبكم وهادشي اللي بارطاجيت معكم. كنت فرحانه بزاف انني نبارطاجي معكم هادشي ديال المولود ديالي الجديد. المهم هادشي اللي كاين، كنتمنى انكم تكونوا تبقاو على خير، وما تنساوش تخليو ليا التعليقات ديالكم وتقولوا ليا كي جاكم هذا الشيء اللي اختار راجلي. وكنتمنى لكل وحده الدريه ان شاء الله اللي ما مازال ربي ما رزقهاش الله يرزقها بداك الشيء اللي كتمنى، اللي بغات البنت الله يعطيها لها، واللي بغات الوليد الله يعطيه ليه، واللي باقا ما تزوجات الله يسهل عليها يا ربي. انا غادي ندعي مع كل وحده، وهذا اللي كاين هادو كيبقى الفيديو هنا، ما عرفت من نقول تلفت والله العظيم. ودعيو معايا انني نولد على خير وبخير ويجيني كلشي ساهل. هذا ما كاين، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.